بناخد قوالب الشهادات. طبعا قوالب الشهادات ترتبط بايش؟ بالهيئات المؤسسيه. طبعا انت ممكن تنشئ قوالب لكن اللي عندك ايش؟ هيئه مؤسسيه. وما دام تتكلم عن هيئه مؤسسيه اذا بيقول لك عندك ايش؟ دومين وعندك الجهاز هذا ما يكون متحكم مجال او يكون منضم الى ايش؟ الى مجال. وقوالب الشهادات لها علاقه بالجروب ليسين بناخذها ان شاء الله تعالى بعدين. إذا أنا ضروري بالبداية أدخل بإيش؟ بدومين أو بمتحكم مجال، فبدخل هنا طبعاً بمتحكم المجال اللي هو جي تي أي أدمنستريتور اللي هو هارت سيلفر للمشاريع الخاصة، ألو؟ المشاريع الآن ألو؟ هيئة مؤسسية جذرية، أوكي؟ إذا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. في معنا هذا الجهاز اسمه سيرفر 1 موجود ضمن الدومين gti.com. وهذا الجهاز عبارة عن جهاز متحكم مجال. الدومين طبعا اسمه gti.com واسم الجهاز بالكامل server1.gti.com. اسم الجهاز بالكامل معناته انه بيجيب لك اسم السيرفر مع اسم المجال. طيب احنا الان منشئين على هذا الجهاز. في معنا اكتف ديركتي مفعله لانه طبعا متحكم مجال. الدليل هذا طبعا مدخول من هنا. في معك اكتف دومين، اكتف ديركتي دومين، دومينز اند تراست، سايتس اند سيرفيسز، يوزرز اند كمبيوترز. في معك ايش؟ خدمه الشهادات الرقميه مفعله هنا. وداخلين الان بحساب ادمنستريتور. طيب ندخل طبعا بخدمه الشهادات الرقميه اللي قد انشاناها من السابق اللي عباره عن شهادات مؤسسيه الجنوبيه. وهذا الدليل طبعا هذا زي ما قلنا عبارة عن شهادة مؤسسية. تمام جذرية، مش فقط الاسم، لأنه هذا الاسم أحيانا ممكن يكون أي اسم يعني، لكن الدليل إنه هذا عبارة عن هيئة مؤسسية. أنا لما أنقر على هذا على هذا السهم الإشارة الزايد يظهر لي إيش في حالة الهيئة المؤسسية. ما تظهر القالب إلا إذا كانت عندك هيئة مؤسسية. والدليل إنها جذرية إنك تدور على هذا الخيار تعمل خصائص بيطلع لك تعمل فيو سيرتيفيكيتس وتشوف انها تم اصدارها من الروت انتربرايز جي تي اي سيرفر 1 الى الروت انتربرايز جي تي اي سيرفر 1، يعني من جهه معينه الى نفس الجهه، او من الهيئه المؤسسيه الجذريه الى نفس الهيئه المؤسسيه الجذريه. فهي طبعا تصدر شهاده دائما تقيم بسهل، لانه قلنا الشهاده هيئه الشهاده المؤسسيه الجذريه هي اللي تنشئ او تصدر شهادات لهيئة وصيفة، وبعد ما هيئة وصيفة ممكن تصدر شهادة لهيئتنا منها، اللي عبارة عن يشمل السي اي أو هيئة الشهادات الصادرة أو هيئة الشهادات اللي خاصة بالسكنين. أما بالنسبة للجذرية ممكن تنشئ تصدر هيئة شهادات لهيئة وصيفة أو لنفسها. طبعا مو اللي يصدر لها هيئة شهادة، الجذرية تصدر من نفسها، وبالتالي هي تصدر تلقائيا لنفسها أول شهادة، وتكون شهادة رقم واحد. وبعد كده تجي معك شهادة رقم 2، طبعا هذا الدليل زي ما قلنا هنا. فيو سيرتيفيكيتس او في معكم ايضا اللي تنقل على هذا السيرتيفيكيشن باك. لاحظ من الحاله ما فيش معي حد معكم ايش؟ ما فيش حتى هيئات فرعيه منها. في معكم هنا ايضا طبعا هذه الشهادات شهادة صادرة عقاشي قد اصدرت طبعا شهادات عدة هيئات. اوكي أنا أصدرتها بس علشان أيوه أنا أصدرتها هنا بالنسبة لكم علشان تفهموا كيف تم إصدار هذه القوالب وإنشائها. تعمل لهم هذا طبعا أول تاسكس تعمل لهم إيش؟ ليفو كذا تشي مثلا تعمل لهم إلغاء. أوكي أو عادي تخليهم. ممكن إنك تنشئ تصدر قوالب. الان هنا طبعا الريكوست نيم جايب لك انه ادمنستريتور، ريكوست اي دي جايب لك الباينري، سيرتيفيكيت تمبليت حق القوالب حق ايش هم، سب اوردينيت، وفي معك اي اف اس، في معك يوزر هذا نوع قالب نوع يوزر، وهذا طبعا السيريال نمبر. اوكي طبعا ايش تفاصيل خاصه بمن بالقالب اللي اصدرت شهادات. احنا اليوم بنخليكم تعرفوا كيف تتعامل مع القوالب وكيف تصدر ايش قوالب. طبعا القوالب هذه اللي موجوده هنا مش كل القوالب، في قوالب اكثر من كده، والدليل انك تنقل على
طبعا هذه القواعد موجودة هنا مثلا على سيرتيفيكت التمريض، هذه القواعد موجودة. كان قبل شوية كانت مثلا شهادات، هذه القوالب، هذه أسماء القوالب، بس هذه مش كلها طبعا، في قوالب إضافية. تنقل على منهج هنا ويظهرون لك كل القوالب الموجودة على الجهاز، تلاحظون كثيرين القوالب ايش؟ كثيرة وظاهرة بهذا الشكل، ولكن طبعا ظهور القوالب هنا بشكل ايش؟ مختصر. اوكي، طيب هذه اذا عبارة عن قوالب الشهادة. ايش الغرض من هذه القوالب؟ هذا طبعا انا انشات القالب هذا نفسي انا القبلاني، لكن القالب اللي تجي باي ديفولت، هذه القالب اللي موجوده باي ديفولت اول ما تنزل هيئه الشهاده تلقائيا، بديك القوالب اللي عباره عن دايركتوري، ايميل، ريبليكيشن في معك الدومين، كنترولر معلق الجهاز، اوثنتيكيشن في معك الاي اف اس. طبعا هذا القالب انا اخذته من قالب اليوزر، بس خلوته فقط خاص بايش؟ بسكيور سكيور ايميل. رغم انه قالب اليوزر له ثلاث خصائص، ايش خصائص قالب اليوزر؟ حمايه رسائل البريد الالكتروني اللي هو سكيور ايميل، والتحقق من الهويه بروف يور ايدنتيتي يظهر هويتك لريموت كمبيوترز. والخاصيه الثالثه ايش؟ اللي هي ايش؟ تشفير الملفات، صح؟ هذه طبعا خصائص قالب من اليوزر. قالب الادمنستريتور يعمل نفس الخصائص، ولكن الخاصيه ايش الخاصيه اللي يعمل الادمنستريتور؟ التوقيع للشهادة ايش؟ رقميا، واضافتها طبعا في الترسل. طيب هذا طبعا القالب انا هو عباره عن قالب يوزر، بس انا ما خليته يشكل كل الخصائص، عدد فيه وخليته يعمل فقط خاصيه السكيور ايميل فقط. بوريكم ان شاء الله تعالى كيف تعدل القالب تخليه يعمل خاصيه محدوده. كيف؟ ايوه تضيف تحديث. ايوه تضيف قالب خاص. بنقول ان شاء الله. طيب نيجي ناخذ خطوه بالنسبه لهذه القوالب. طيب هذا القالب اللي موجوده بالديفولت، ما هذا اضفته انا قلنا. طيب دايركتوري ايميل ريبليكيشن، هذا ايش يعمل؟ دايركتوري سيرفيس ايميل ريبليكيشن، لو تعمل مؤشر كذا تخلوه بيظهر لك طبعا الاجراءات اللي تكون بهذا القالب، او الغرض من هذا القالب انه يعمل طبعا ايش؟ ريبليكيشن لمن يمكن ايضا تقول على بروبرتيز، ولا هذا دايركتوري سيرفيس ايميل ريبليكيشن. تمام. طبعا يعمل ريبليكيشن او حمايه ايضا لرسائل البريد الالكتروني في معك هذا القالب الثاني. نجي مثلا على هذا القالب كلاينت اوثنتيكيشن، طبعا هذا الدومين كنترولر اوثنتيكيشن. التحقق من وين؟ من المتحكم، من الاعضاء اللي موجودين ضمن الدومين، يعني من اليوزرز اللي موجودين ضمن الدومين. هذا وظيفته انه يتحقق من اليوزرز او المستخدمين الموجودين ضمن الدومين. يعمل كلاينت اوثنتيكيشن، يعمل سيرفر اوثنتيكيشن، يتحقق من هوية الكلاينت ومن هوية السيرفر، يعمل سمارت كارد لوجن، يعني الدخول يكون عبر ايش؟ البطاقات الذكية. فاخذ ميزة الدخول عبر البطاقات الذكية. هذه ميزة هذا القالب. في معكم قالب ثاني اللي هو فايل ريكفري. طبعا هذا القالب ايش يسوي بالضبط؟ عملت ايش؟ استعادة ملفات. تشوف ملفات. في معكم انكريبشن فايل سيستم. هذا نظام تشفير الملفات. في معكم قالب ايضا دومين كنترولر، بس هنا طبعا اوثنتيكيشن، هنا دومين كنترولر فقط. اوكي، والفرق بينهم انه هذا القالب ما يجيبش ما يعملكش الحق السمارت كارت. شوف هذا الان لو تقدر تلاحظه جايب لك كلاينت اوثنتيكيشن سيرفر اوثنتيكيشن فقط، تحقق من الكلاينت والتحقق من ايش؟ من العميل فقط، من العميل ومن السيرفر. ما فيش معك اللي سمارت كارت لوجن، لكن هذا دومين كنترولر اوثنتيكيشن يجيب لك سمارت كارت لوجن، يعني معاهش خاصية إضافية. الغرض أيضا من هذا القالب اللي هو الويب سيرفر اوثنتيكيشن، يعمل لك سيرفر اوثنتيكيشن، التحقق من ايش؟
من السيرفر انه فعلا مثلا اثناء ما يتم الدخول الكترونيا يتحقق انه هذا السيرفر فعلا سيرفر حقيقي، ويعني ممكن انك تنزل منه خدمات الشهادة والاشياء هذه. كمبيوتر هذا يتحقق لك من الكمبيوتر العادي، يتحقق لك ايضا من ايش؟ هذا طبعا قالب كلاينت اوثنتيكيشن سيرفر اوثنتيكيشن، يتحقق من كلاينت يتحقق من وين؟ من السيرفر. طبعا انواع مختلفة من القوالب، هذا اللي قلنا عليه من قبل في معرض الخصائص اللي هي الانكريبشن فايل سيستم سكيور ايميل كلاينت اوثنتيكيشن. تمام، وتكلمنا قلنا بانه قالب الادمنستريتور نفسه صلى الله عليه وسلم يعمل ايش؟ تطبيق على التوقع الرقمي بيدي لك هذه مايكروسوفت تراست ليست ساينين. تمام، طبعا هذا الان بتظهر لك بهذا الشكل، لكن لو دخلت بشهادات بعدين بيدي لك ايش تفاصيل اكثر منها. في معكم هذا القالب ايضا سيرفر دينيت. نعم، تم الان قالب الخصائص للشيء سب ادوني ستيكيشن اوتوريتي ايضا، هذا مثلا عباره عن قالب. بس لاحظ هذا ما يجيب له مش داخله اي شيء، انه يجيب لك كل الخصائص. هذا حق من الهيئه، هيئه الشهادات الوثيقه. هذا يجيب لك اول، يعني يجيب لك ايش؟ كل الاغراض، يعني يقوم بالاغراض الثانيه. اوكي. لا هذا مثلا يجيب لك اغراض محدده، هذا القالب. هذا القالب يجيب لك اغراض محدده، هذا مثلا عملته قالب هنا يعني يدي اغراض معين فقط، اما سكيور ايميل. لا يعني وظيفته التحقق من البريد الالكتروني، حمايه رسائل البريد الالكتروني. هذا القالب يعمل الغرض الاساسي لهذا القالب اللي ما تنشئه هو طبعا عباره عن قالب انت مثلا تتعامل مع رسائل البريد الالكتروني عبر الشبكه او عبر فهو الغرض منه ايش؟ حمايه رسائل البريد الالكتروني. يتحقق لما تكون مثلا تطلب رساله بريد الكتروني وانت مثلا محمل معك فرضا انت عندك مثلا جهاز ومحمل عندك ايش؟ الاس ام تي سيرفر من الاس ام تي سيرفر تشيل تتعامل مع رسائل البريد الكتروني، فتحمل القالب عندك الشهاده حقك اللي عندك اللي تشيها انت على حسب الغرض اللي تشوه انت. مثلا انت انا اشتري لي شهاده رقميه تحقق لي من رسائل البريد الكتروني، اذا باقي انزل شهاده خدمه شهادات على حقي على حق الجهاز، وفي بالقالب اللي يعمل حمايه رسائل البريد الكتروني بحيث انه ايش؟ تكون حق الرسائل حق البريد الكتروني مؤمنه واكثر ايش؟ يعني من الشهاده القالب لا اللي بنحش القالب تمنح شهاده لما تدوس ان شاء الله هذه تمنح شهاده مخيم. الشهاده المخيم تمنح لما تدخل بالجروب اللي سين انا بالقلوب، لكن في معك منح الشهاده يدويا في معك منح يدوي عن طريق الامن سيت ان جي ال، وفي معك منح الشهاده تلقائيا هنا ايضا تقدر انك تحصل على منح الشهاده تلقائيا عن طريق من عن طريق الجروب اللي سين اذا تقعد ونشوف هذه ان شاء الله تعالى انه تكون تظهر لك رسالة على طول مباشرة. تكون تظهر لك رسالة ايش؟ مباشرة. طيب بنجي الان على اساس اني اعمل قالب جديد، الان بكون قالب جديد بايش؟ بخصائص الاشياء. انا اشياء كمان عندي القالب واعمل هذا خصائص الاشياء. انسب قالب اعمله انا هو عبارة عن قالب من اليوزر. قالب اليوزر تقريبا في مجموعة خصائص الاشياء من واحد واللي يحتاجها من واحد تطبيق العملية. إذا بنحاول نحن ايش نعمل الآن؟ نسخة من قالب اليوزر ونضمن فيه بوه الأشياء أو الأغراض اللي ايش نحتاج لها احنا أثناء طلب الشهادة. إذا هذا قالب اليوزر. تمام؟ احنا طبعا خصائص أخرى تكلمنا عليها قبل شوية. تقدر طبعا تحدث قالب أو تضيف قالب. أوكي؟ في معكم ريبليكيت على اساس انك تنشئ قالب بتدخل من منهج، على اساس انك تنشئ قالب الخصائص اللي تشيها انت تدخل من منهج. بعد منهج تختار القالب المناسب. في معكم قوالب كثيره جدا، من ضمنها هذا القالب اللي انشاته انا من قبل، وهذا قالب ثاني. انا الان بنشئ قالب بخصائص معينه من القالب اللي هو اكثر مناسبة لي، اللي هو عبارة عن قالب ايش؟ اليوزر. انقر على اليوزر بختار دبليكيت تمبليت. ايش معنى دبليكيت تمبليت؟ نسخة القالب.
مع انه احيانا تشوف مضاعفه القالب او تكرار القالب او كذا، لكن المقصود فيه هنا النص. لما تنقل على دبليكيت تنقليت قالب اليوزر هذا تعمل نسخه منه. والله طبعا انت شغال على ويندوز 2003 ولا ويندوز 2008؟ طبعا 2008 طلع لك كوبي اوف ايش؟ كوبي اوف يوزر. الان عمل لك نسخه من قالب اليوزر. لو انت المنسخه طبعا انت بتنسخه مثلا تشيك من شيء قالب يجيب لك اغراض معينه. الاغراض اللي تشيل الان، الان انا مثلا بعمل على هذا القالب اغراض محدده. بشوف ناكد الاغراض بنغير فيه 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 معك فيه بنغير فيه بنغير فيه بنغير فيه بنغير فيه هذا الاسم المعروف وهذا الاسم اللي هو الحقيقي اللي تعامل معه. هذا وقت العرض فقط يظهر لك هذا الاسم، لكن هذا الاسم ايش؟ اللي هو اللي يكون ايش؟ تعامل معه. احنا طبعا بنغير اسمه، بنسمي هذا القالب باسم اب. نعمل لك الاسم مثلا اي اسم مثلا شو اب تيم ها؟ تيم بليت، تيم يعني تيم بليت اوكي. قالب اب ها؟ طيب في معك هنا Validate period. القالب هذا بتخلوا لمدة كم؟ الديفولت حقه طبعا يكون يفعل لمدة سنة، وفي معك التجديد حقه كل كم يجدد؟ كل 6 شهور، كل 6 أسابيع. هذا الديفولت. أيوة يعني كل 6 أسابيع يظهر لك رسالة هناك كمان تجديد. إذا فعلت هذه الفكرة خلاص يكون إيش؟ كل 6 يقول لك مليونين. إذا طبعا تشيت مالها تغيرها طبعا هذا طبعا الديفولت، الديفولت عباره عن سنه وكم؟ السنه اللي هي فتره القالب حق الفيديو فتره التأجيل مدة كم؟ 6 اسابيع او كل 6 اسابيع يكون ايش؟ تجديد القالب. طبعا انت بدون هذا طبعا في حاله ايش؟ في حاله انك تنشئ قالب وتحدد مثل الزمن، اذا تشيء تغيره مثلا تعمله هنا مثلا 5 سنوات 3 سنوات. يعني بعضهم مثلا قد يجلس فترة وهذا القالب يعني إذا ما تشيش قديو تقدر يعني تحدث عنه. مثلا شو تغير في الجديد صح؟ كيف؟ لما تجد قبل تروح على الدنيا بس ايوه بس ما فيش هو طبعا تجد انك ايش على اساس انه ينبهك على القالب هذا انه الشغل انت معك القالب كذا تعرف شو تصير معه ولا تلغوه ولا كذا ولا تحذفه. انه احيانا مثلا تكون من القوالب كذا احيانا في شيء تلغيهم تكتبوا عليه. فهو طبعا يجيب لك رينيو تشي تعمل تحديث كل فتره معينه، وهذا طبعا انت من اول ما تنشر القالب واللي تعمل له ايش يبغى بعدين. طبعا هنا الفتره الزمنيه اكيد يعني ما تخليش الفتره الزمنيه حق التحديث اكبر من الفتره دي. يعني مش خلو مثلا اعمل له مثلا تجديد كل سنه هو اصلا ايوه 6 سنوات وحقي مثلا القالب فترته 5 سنوات مش منطقي صح ولا لا؟ ايضا انا اقدر ان انا انشئ القالب هذا واحدد له فتره الانشاء انا. يعني مثلا الشيء مثلا القالب اقدر مثلا اعمله 3 شهور هنا طبعا فتره 3 تحدد فتره الاسابيع ولا ايام ولا اوكي ولا 3 اشهر وتعمل طبعا حق هذا التحديد بس الانشاء يمكن 5 ايام ولا 10 ايام تمام. ولكن طبعا مش منتبه هذا المفروض انك اقل شيء يعني تعمل حاجه معقوله يعني لو مثلا معك القالب حقه انت شو تعملها في كم؟ كل 10 دقائق. هذا راجع لك يعني اوكي على كذا طبعا ما فيش معك. احنا نخليها الان بالسنوات مثلا 3 سنوات هذا القالب والتجربه حقه كله. كل شيء 3 شهور مثلا ها؟ 3 شهور. هنا قايل لك ببلش سيرتيفيكيت ان اكتف دايركتوري. هل تشي تنشر الشهاده هذه في اكتف دايركتوري؟ اذا قلت له اذا فعلت هذا الخيار don't automatically re-enroll if a duplicate certificate exists in active directory. ما تعيش التسجيل وتعيد اللي هو ايش؟ نشر الشهادة إذا في عندك ايش؟ duplicate شهادة طبعا مكررة أو كذا أو في نسخة مني طبعا موجودة في الأكتيف دايركتوري. هنا جايب لك هذا الخيار for automatic renewal من أجل التحديث التلقائي طبعا of smart card credits use the existing key if a new key cannot be created. طبعا هذا بيطالب منك ايش؟ يعني key فما تفتكش طبعا هذا خيار وخيار خلاص بيعمل عادة ايش؟ نشر
لهذا القالب تلقائي في الاكتيفيتي يدخلوا على الخيارات اللي في هذه الهيئه. فيما هنا ريكويست هاندلنج يقول سيمتريك الجوريثم اتشيف سبجكت انكريبشن برايفت كي. خلي طبعا هذا الديفولت، هذا طبعا حق التشفير حقه يسمح بالتشفير العادي، هذا ما الخيار عايز يدخلوا على الديفولت ما تحتاجوا شيء. في معكم ايضا حق التشفير الكريبتوغرافي تخليها طول المفتاح 2048 وخوارزمية ار اس اي حيدخلوا على معكم اس اتش اي 1 اوكي، يخليها طبيعة على الديفولت ما تغيرهاش، ممكن يخليها خوارزمية كل شيء لكن خليها هنا على اللغات الثورية. في معك سبجكت نيم يقول شو ايش هو سبجكت نيم، اسم المستفيد، المستفيد من شهادة، المستفيد من شهادة، ليس من شهادة المستخدم او المستفيد من شهادة. طبعا بيلد فروم ذيس اكتيف دايركتوري انفورميشن فور ديستريبيوشن نيم، طبعا بيجيب اسمه كامل، مش كانت تقول لك دائما السبجكت نيم. اذا تشيل ظاهر البريد الالكتروني تفعل هذا الخيار انكلود ايميل نيم ان سبجكت نيم، هذا بيكون تذكر يا شباب المكان اللي يظهر لك بالشهاده الرقميه يمكن تكون الشهاده تنفع لك السبجكت نيم ويظهر لك ايضا البريد الالكتروني حقه اسمه الشهاده. فاذا تشيل ضمن البريد الالكتروني ضمنته حاليا احنا محتاجينه، شو انا احتاج ضمن البريد الالكتروني اوكي، بتحتاج ضمن البريد الالكتروني فقط اذا في معك رسائل، اذا انت الان شغال على من على البريد الالكتروني، لكن بالوضع العالية ما نحتاج. طيب في معكم ايضا هذا ما تحتاجه شخصية كثير، انا سطير في اللي الله خير سيجاما سيجنتشر انكريبشن التشفير هنا، هل بتخلوا طبعا تشفير والا توقيع رقمي ولا مع بعض الاثنين تخلوا ايش تشفير توقيع يكون سيمتريك الالجوريثمز اوكي تخلوا على الديفولت. في معكم هذا الخيارات ثلاثة enroll subject without requiring any user input، هذا طبعا بتخلوا يظهر عندك القالب بدون ما يحصل ايش عمليه ادخال اليوزر، واللي برومبت ذا يوزر during enrollment اثناء طلب هذا القالب يكتب هنا ايش اشعار المستخدم بطلب القالب وطلع له ايش اشعار او رساله انه ايش يطلب القالب، او عندك هذا الخيار جروم بالذا يوزر ديورينج انرولمنت اثناء تسجيل القالب والحصول على القالب يعمل لك الخيارين مع بعض اللي هو تسجيل اللي هو عباره عن ديورينج انرولمنت انه بيعمل لك يعني رساله للمستخدم اثناء تثبيت القالب او اثناء ظهور القالب اند ريكوير انبوت ويطلب من المستخدم ايش اظهار من او ادخال البيانات وادخال البرايفت كي، وهذا ايش في اللي يضم حالتين مع بعض خلوا طبعا يكون هنا بدون اي تدخل المستخدم، يعني تدخل لك القالب اثناء طلب الشهاده حقه ما يكونش في ايش اي طلب من المستخدم، خلي هذا على الديفولت. في معكم هذا الخيارين مهمين، في معكم هذا طبعا الاكستنشنز والسكيورتي، طبعا هذا مهمين حلو اكثر اهميه، اللي من خلاله انك تغير قالب، احنا قلنا الان نغير قالب تقدر من هنا تعمل ايديت، شوف القالب هذا ايش يقوم بايش؟ بثلاث مهام اللي هو قالب المستخدم اللي عملية ايش؟ على تشفير الملفات وتأمين وحماية البريد الالكتروني واثبات الهويه تمام؟ طيب اذا تشي تغير هذه الخصائص تعمل ايديت، اذا تشي تضيف القالب هذا ايوه حاجه جديده تعمل اد وتختار طبعا ايش خيارات جديده، لان احيانا قد مثلا لو طلبت منكم الاختيار او كذا انك تنشئ لي قالب في خيارات مثلا اضافيه مش موجوده مثلا بين القالب المستخدم تبقى تعمل اد تختار ايش خيار جديد مثلا طاير ريكفري او لا اي حاجه ثانيه ولا اي دي مثلا سكيورتي ايوه هذه الاغراض تضيفها للقالب وتقدر تحذف منه مثلا اي بي سكيورتي سيستم تقدر ايضا ايش؟ تعدل ايوه تحذف تقدر تعدل ايضا تقدر تعدل ايضا طبعا هذا ايش؟ هذا
طبعا هنا تقدر تعمل تعديل. تايب ذا نيو نيم فور ذيس بوليسي، تعمل هنا اسم السياسة ومعرف ليه طبعا. بس احنا لحد الان احنا ما عرفنا السياسة عندنا. هذا في حالة انه عندك مثلا قالب فقط خاص بالسكيور ايميل. هذا الان في حالة القالب الان ليش انا حددت هنا اصلا سكيور ايميل؟ ايوه اذا مثلا حددت قالب محدد او غرض محدد نقول، ايوه تقدر انك ايش تعمل له معرف معين وتحدد طبعا لهذا المعرف، تعمل اسم المعرفة تقول له ايش اوبجكت ايدنتيفاير، بس ما تحتاج له الان هنا الا بيسي معينة. هو في ديفولت شيء ذكر على الخيارات. ايوه اذا شيء مش على الديفولت مشيت، اذا شيء تضيف حاجات معينه تضيف مثلا تضيف معرض الشيء اللي بعمله الان بعمله. شوف لو حذفت هذا بحذف لك ايش القالب الاول، تمام؟ بيرجع طبعا القالب حقك له 3 مليم فقط. تشي تعمل اضافه او ديت من هنا وتعمل اد تضيف له واحد من هذول الموجودين. الموجودين هنا موجودين. او تحجب من شيء سياسي. اي لا بعد المنع. الا انت قصدك يعني تعمل اغراض جديده للقالب. ايوه تعمل اغراض جديده من هنا. انا مش قبل شويه وريتكم بقالب فقط فيبو حق اليوزر. فيبو لا حبه واحده اللي قلت لكم فيبو فقط. حق ال حق تايب يوزر. كان فيبو عباره عن قالب. جديد. أنا نيو أنا. نيو طبعاً هذا إذا أنت تشي إيش؟ تايب أنيم فور ذا نيو أبليكيشن بوليسي، معك سياسة جديدة في معين، تشمل اسم جديد غير الأسماء هذه وتعمل لها معرف يكون، لأن كل واحد منهم معه معرف. لأن هذول اللي موجودين هو جابهم بأسماء محددة وجاب لهم رقم معرف. ايوه لو اشي اعرف وظيفه جديده يعني تعمل اسم جديد وتعمل معرف جديد ورقم جديد ده شو حدد خاصه بي. ايوه خاصه في بك يعني تضيف حاجه معينه لك يعني. بس في طبعا في اداه جديده هي اكيد يعني. لكن هذه اللي قد يجهزها يعني القوالب هذه قد يجهزها. الاغراض نقول هذه الاغراض اللي استخدمها قد ايش؟ قد يجهزها مثلا حق هذا مثلا او سي بي او سي اس بي اقدر ان انا اضيفه او احذفه. هذا حق الكريبتوغرافيك سيرفيس بالبيضه اللي زوجك مثلا اللي تشكي منه. الان ارسل الاشياء هذه تقدر ان اضيفه تعمل له ايش اضافه، تمام؟ او تقدر ايش تحذفه. شوف ده هنا نضيف هنا خلاص الان بيصبح القالب هذا فيه مضاف هذا. اذا شحذفه ها؟ الخصائص كامل وظيفان لو اشتغل. اي يعني قالب ينشر بالخصائص الشيء. الان مثلا شوف الان مش اضفت الان خاصيه هذه او سي اس بي. الان اضفتها ما كانش موجوده صح؟ انا قد يجي لك مثلا اقول لك احيانا انشئ قالب يجيب لك الخصائص الثانيه، قالب مستخدم بس يجيب لك الخصائص الثانيه ويجيب لك ليبل كذا. ويجيب لك هذه الخصائص ويضيف لك مثلا او سي اس بي. طبعا رغم انك مثلا احيانا شغلي مثلا ما درستوهاش ولا يعني لكن موجوده ضمن ايش؟ الاغراض اللي هي موجوده ضمن اللي ايش منها قبل شويه بالقوانين. يعني معنا عده اغراض. طب ده ايش الغرض اللي مطلوبه منك؟ مطلوب لك الغرض موجود ضمن الاغراض اللي محدده من النظام. اذا تشي تحذفه طبعا هذا الغرض تعمل ايديت وتاشر له وتعمل له ايش؟ ليمو. اوكي. تشوف فاصل. تمام. ايش تحذف؟ انا مثلا هنا قبل شويه قلت لكم فقط قالب بغرض واحد فقط اللي كان هو اساسا عملته اللي كان قبل شويه عملت فيه فقط سكيور ايميل لان حذفت هذا وحذفت هذا بقدر تحذف بعد ذلك الشيء. احنا بنخلي هذا القالب حقنا على الاعدادات اللي حقه. اوكي في معنى اذا هنا شباب تقدر تحذف وتضيف اغراض معينه من اللي قالت مشهور فهم. في معنى ايضا سكيورتي بنلاحظ السكيورتي هذا ايش يعمل له؟ Permissions for authentication users. الإذنات الخاصة من الإذنات الخاصة بالقوالب. أديك سؤال. إيش هي الإذنات الخاصة بالقوالب؟ تحكم كامل، قراءة، كتابة، أوتو إنبوت.
طبعا ان رول واوتو ان رول. اوتو ان رول اوتو بنقي اشرح الان. فول كان طبعا يعمل كل شيء يعني. قراءة معروفة انه بس هذا القالب ما حد يقدر يعدل فيه. الرايت معناته قراءة وكتابة. تقدر تقرا وتعدل القالب. ان رول ايش معنى ان رول؟ ايوه يعني اصدر ايش؟ اي دومين. يعني هذا القالب بيكون يصدر لك الشهادة عن طريق الأمر سيت انديا. بتستخدم هذا فيها معناته انك بتقدر تفعل الأمر سيت انديا اللي هو يدوي تفعيل طلب الشهادة يدوي عن طريق الأمر سيت انديا. إذا اختيار هذا الخيار من الأذونات اللي هو الانرول معناه السماح بإيش؟ بإصدار الشهادة بشكل يدوي باستخدام الأمر سيت انديا. اما الخيار الاخير معناه اوتو انرول معناه انك سمحت لهذا القالب بايش؟ باصدار الشهاده بشكل تلقائي لما يكون طبعا بشكل تلقائي توفر لك شهاده هنا تشوف في تحت قبل السوق في هذا المكان. لا بدخل بعد شوي بنعمل جروب بوليسي بنعمل جروب بوليسي. طيب إذا نفعل هذا الخيار ريد وفعل الخيار انرول وفعل الخيار اوتو انرول بفعل هذه الثلاث خيارات لأنه هذا القالب للقراءة فقط ما حتقدر تدل عليه وقدرنا أن أحصل على هذا القالب إما عن طريق الأمر اللي هو سيت ان دي ار أو أقدر أحصل عليه إيش؟ تلقائيا. واضح؟ مفهوم لحد الآن؟ طيب إذا بختار هذه الخيارات طبعا هذا authenticated users او طبعا administrator تمام. هذا خصائص قالب الادمنستريتور او خصائص قالب authenticated users وفي معك هنا طبعا في معك ايش طبعا هو بيديفوت هنا مثلا الادمنستريتور يعمل لك قراءة وكتابة مثلا الدومين مثلا يعمل لك الاشياء هذه كل واحد اي كل واحد من اعضاء المجموعة او المستخدمين اللي موجودين هنا لو ايش؟ لو خصائص لو سماع اذونات معينه يقدر يعدل فيها على هذا القالب. طبعا اخذنا authenticated users واخذنا هذه الخيارات الثلاثه عشان نطبقها مع من؟ مع هذا القالب. بنعمل طبعا ابلاي وبنعمل اوكي وبيكون معنا قد نشوف ايش؟ القالب اب توتن يعني قالب تمام؟ طيب هل القالب هذا الان خلاص اعتبر انتشاء وجاهز؟ المفروض يظهر ولا ما يظهرش؟ الآن المفروض يظهر القالب حقي ولا لا؟ لا هنا ظهر القالب القوالب أيوة فلو خرجنا من هذا الخيار ورجعنا لهذا الخيار طبعا نشوف هنا ظهر معناته أز بالتوزيع هل أنا أروح للتحديث ظهر معي حق أب؟ لا ليش ما ظهرش؟ كيف نستطيع كيف نطلب؟ طبعا هذا عدو قالب الان كيف نصدره اصلا؟ كيف نصدره للقوالب؟ الان المفروض يعني منطقيا ان انا ادخل اشوف هنا ضمن القوالب حق مين؟ حق الشهاده ليش ما ظهر شنو؟ لازم اعمل له اصدار ادخل على سيرتيفيكيت تمبليت نيو سيرتيفيكيت تمبليت تو ايشو اصدار قالب جديد نيو سيرتيفيكيت تو ايشيو اصدار قالب جديد للنشر على اساس نعمله نشر اللي هنا من الاول اعمله هنا تحديث ما ظهر شوفوا عملت تحديث ما ظهرش انا شو ظهر داخل قوالب حق الشهادات المؤسسية شو ظهر هنا في سيرتيفيكيت ما ظهرش علشان اخلوه يظهر ضمن القوالب هذه انقر على سيرتيفيكيت كومبليتس مختار ايش نيو سيرتيفيكيت كومبليت اختار طبعا قالب للشمول الاصدار اللي هو قالب اب صح؟ نمده اب توتين اوكي اختار قالب للشمول الاصدار اب توتين ثم اعمل له شوف النبره الان واضح؟ تمام طيب الان هذا القالب
انا علشان استفيد من هذا القالب واخلي المستخدمين يدخلوا ويدقوا هذا القالب والهرش حقه واتحكم طبعا بحيث انه ينزل لهم رقم الاغراض المخصصه اللي موجوده ضمن هذا القالب، ضروري اطبقه على مين؟ اطبق هذا القالب على مين؟ بالجروب بلسين اطبقه على مسؤول دومين كامل طبعا، اوكي؟ اطبقه على مسؤول الاعضاء اللي موجودين ضمن الدومين، على مسؤول الاعضاء اللي موجودين ضمن الدومين. لو كنت اتعامل مع جهاز وحيد ما احتاج الى جروب بلسين، وكان حاطين جهاز جهاز لوحده ما فيش معي دومين ولا شيء، ادخل من اللوكال بلسين بيقول لك لوكال بلسين. لكن اذا انا اتعامل على دومين على اعضاء واطبقه على مسؤول دومين لا على مستوى اورجنايزيشن لا اكاديمية او على مستوى اوكي سايت، هنا ضروري اتعامل مع الجروب بلسين. اذا علشان نتعامل مع هذا القالب يعني على اساس على مستوى الدومين كامل ادخل من وين؟ من الجروب بلسين. تلاحظون انه تظهر لك الجروب بلسين ليه؟ اذا كنت متحكم مجال، اذا كنت ايش؟ دومين كنترولر، اذا انت متحكم مجال مش من ضمن مجال، ولا انت مثلا جهاز منزل عندك ويندوز سيرفر، لو انت من ضمن مجال او جهاز مثلا عادي تظهر لك ايش؟ لوكال بلسين، لوكال بلسين ما تظهر لكش جروب بلسين. متى تظهر جروب بلسين؟ اذا كنت ايش؟ متحكم مكان. اذا انا ماذا مشي اطبق هذا القالب حقي على مستوى الدومين او على مستوى السايت او على مستوى وحدات الدينية، ضروري ادخل من وين؟ من الجروب بلسين. ادخل طبعا جروب بلسين، طبعا هذا جروب بلسين وهذا اذا التقاها انا قد استخدمت طبعا كنت من بعض الاعدادات اللي تظهر لك بهذا الشكل. السلام عليكم. والله الوقت داهمنا كثيرا. طيب كشف كمل في الدنيا شغله ما عرفت كمل. طيب اذا ندخل يا شباب نقول بلسين يديكم حتى فكره عني بعدين اذا ما قدرتش كملت ساعه نقول ثاني. طبعا انا قد دخلت هنا بالجروب بلسين تعمل بعض الاعدادات، واساسا اول ما دخلت بالجروب بلسين يظهر لك هذا فقط يعني اول مره جروب بلسين مانجمنت يظهر لك طبعا هنا اسم المجال، تنقر على اسم المجال ايوه، تضرب على اسم الدومين ايضا ايوه. الجروب بلسين وين تطبق؟ الجروب بلسين تطبق على المجال او على وحده تنظيميه او على السايت، على المجال او على وحده تنظيميه او على السبيل. اذا على ثلاث حاجات بالذات الجروب بلسين تطبق على المجال او على وحده تنظيميه او على ايش؟ تنقل طبعا وحده تنظيميه عباره عن وحده تنظيميه تضم داخلها جروب، وضمن الجروب تضم داخله ايش؟ يوزر مستخدمين. الجروب اللي عدة شبكات ولا اليوزرز عدة لا السايتس تقريبا جروب معناها الجروب مجموعه من المستخدمين من ثلاث اربع خمسه مستخدمين تقول ايش؟ مجموعه معك يوزر، معك يوزر مستخدم واحد، مجموعة مستخدمين جروب ايوه، مجموعة جروب موجودة ضمن وحدة تنظيمية اورجنايزيشنية تمام. طبعا هذا بنطبقه ان شاء الله تعالى على مين؟ السايت كأنه سايت؟ السايت هذه شبكة يعني مثلا شو مثلا انت عارف 100 3 0 5 0 هذيك مثلا موقع هذيك صنعة هذيك بيت هذيك تعزي فهذا شبكة يعني ممكن تكون اورجنايزيشن اللي هي تنظيمية كاملة موجودة داخل ايش؟ سايت واحد عدة عدة كمان عدة عدة تنظيمية ايوه، وبعد ما عدة سايتس يعني عدة شبكات مختلفة تمام. اذا يا شباب ما تقدر شيء تطبق ما تقدر شيء تطبق ما تقدر شيء تطبق حتى الجروب بلسين على مستوى اليوزر نفسه تمام، على مستوى الجروب لما تطبق الجروب بلسين تطبق على مستوى من؟ يا اما الدومين كامل الدومين او الاورجنايزيشن يونت وحدة تنظيمية او ايش؟ أو نص السايت، مو مش السايت، السايت أو الدومين
او ايش؟ مرة ثانية يطبق الجروب بوليسية ما نستوى ايش؟ الدومين او السايت او الوحدة التنظيمية. تمام. طيب الان علشان الوقت عشان اصحابكم لانه قد هم جايين بنحاول احنا نقول لكم كيف يا شباب كيف تنشئوا ايش؟ كيف تنشئوا وحدة تنظيمية؟ كيف ننشئ وحدة تنظيمية هنا؟ اوقف على الدومين، هذا اسم الدومين. طبعا لاحظوا لو اخترت الخيار هذا، لو اخترت الخيار هذا ديفولت دومين، لو اخترت هذا الخيار ديفولت دومين بوليسينج بطبق حق البوليسينج الجروب بوليسينج على مستوى الدومين كامل. بدل ما اختارش هذا، ما تختار هذا الديفولت، الديفولت دومين بوليسينج واعمل ايديت. هذا في حالة ان الشيء اطبق حق الجروب بوليسينج على مستوى الدومين كامل. لو انا الشيء اطبق حق البوليسي على مستوى الدومين كامل اختار خيار هذا ديفولت دومين، هذا على مستوى الدومين كامل. طبعا تفتح لك نافذه جديده كده. لكن اذا الشيء اطبقها على مستوى، اذا الشيء اطبق حقي الجروب بوليسي على مستوى، اذا الشيء اطبق حقي الجروب بوليسي على مستوى الوحده التنظيميه، لكن شيء هنا طبعا وحده تنظيميه داخل الجي تي اي. كيف نشيء وحده تنظيميه هنا داخل الدومين؟ ايوه هنقر على الدومين جي تي اي دوت كوم جروب بوليسي. تمام. في معك ايش؟ كرييت جروب بوليسي في نيو. ايوه اوكي نيو اورجنايزيشن يونت وحده تنظيميه جديده. تمام. هذا لما تشيل نشيء ايش؟ جروب بوليسينج هاي داخل هنا نشوف هنا وحده مدنيه نسميها. تمام. تعمل لها اسم وليكن اب، اب ايش؟ اب اورجنايزيشنال اويو، اب اويو. اوكي اوكي شباب. اذا نشأنا وحده تنظيميه داخل الدومين اللي اسمه جي تي اي وسميناها اب اورجنايزيشنال. طبعا انتشرت هذه الوحدة التنظيمية، أقدر طبعا أضيف لها مستخدمين. طبعا هذه الوحدة التنظيمية بعد كده بنشئ داخل هذا. طبعا هنا بعمل create group policy in this domain and link it here. اوكي بتنشئ بعدين بوليسي لمن، بتعمل group policy لمن؟ للوحدة التنظيمية هذه، تربطي بهذه الوحدة التنظيمية. اختر هذا الخيار علشان تنشئ جروب بوليسي لهذه الوحدة التنظيمية وتربطي بهذه الوحدة التنظيمية. اوكي؟ والله معقولة انشئ يعني وحدة تنظيمية داخل الوحدة التنظيمية وخيار الرابط. داخل هنا ايوه في معقل انا هذه وحدة تنظيمية ممكن تنشئ داخل. انشئ داخل الوحدة التنظيمية. شوف مثلا مثلا واي واي واي. اوكي؟ بس نشيء تكون مثلا لا لا وحدة تنظيمية لا مش جروب بالي. هنا انشأت جروب غير بالي. لا لا انشأت انت وحدة تنظيمية داخل وحدة تنظيمية فرق يمين. هذه فرق فقط منها. اوكي نعمل هذه دي. بغيت تحرير ايش نشيء. على العموم بنتقل ان شاء الله تعالى نكمل باقي الكرة.